مستمعينا اليوم في دوازتين كنقترح عليكم حرشة سهلة بالكوك. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو الحرشة ديال الكوك، غادي نحتاجو 4 ديال السميدة رقيقة، 2 كيسان ديال العنبة ديال الكوك، نص سترو ديال الحليب، كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت الرومية ديال المائدة، قشور ديال الليمونة محكوكة، كيس واحد من الفاني، 2 خمارات ديال الحلوى، واحد ياغورت بالنكهة ديال الفاني. هادو هما المقادير، غادي نعاود باش نوجدو حرشة ديال الكوك. الطريقة ديالها سهلة والمقادير بسيطة. 4 ديال السميدة رقيقة مع 2 كيسان ديال الكوك، نص سترو ديال الحليب، كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت، قشور ديال الليمونة محكوكة، كيس واحد من الفاني، 2 خمارات ديال الحلوى، واحد ياغورت فاني. طريقة سهلة، يعني كنخلطوا هاد المقادير كاملة، يعني كنخلطوا سميدة رقيقة، نضيفوا لها 2 كيسان ديال الكوك، نضيفوا كاس ديال سنيدة، نضيفوا كذلك قشور ديال الليمونة محكوكة، ثم كنضيفوا ملي كنخلطوهم بيدينا هاد المواد اللي هما ناشفين، ونضيفوا واحد ياغورت بالنكهة ديال الفاني، نضيفوا كذلك نص كاس ديال الزيت، ونبقاو نجمعوا بنص سترو ديال الحليب. عاد ديك الساعه كنضيفوا 2 خمارات ديال الحلوى. فهادو هما المقادير بالنسبه للحرشه ديال الكوك. قلنا 2 كيسان السميده رقيقه، قلنا 4 ديال السميده رقيقه، عفوا يعني 4 ديال السميده رقيقه، 2 كيسان ديال الكوك، نص سترو ديال الحليب، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، قشور الليمونه محكوكه، كيس واحد من الفاني، 2 خمارات ديال الحلوى، واحد ياغورت بالنكهه ديال الفاني. كنخلطوا المواد ناشفين هما الاولين، وعاد ديك الساعه كنضيفوا ليهم المواد يعني السوائل، يعني وكنخلطوا مزيان، ومباشره كناخذوا المول اللي كيدخل الفران يعني على حسب الاختيار ديالكم اللي عندنا، يعني اي نوع من المول، ومن بعد كندهنوا بشويه ديال الزبده مزيان، وكنرشوا بالسميده الرقيقه ولا الغليظه اللي بغيتوا، وديك الساعه كنفرغوا هاد الحرشه ديال الكوك، كنديروها في المول وكندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر مزيان، ومن بعد ملي كنخرجوها كنسقيوها بالسيرو ديال الليمون. غادي ناخذوا كاس ديال عصير ديال الليمون، غادي نضيفوا ليه شويه ديال الفاني اما العادي اولا الفاني بالنكهه ديال الزهر اللي كيبغي الزهر، وغادي نضيفوا سنيده على حسب الذوق يعني على حسب الحلاوه اللي بغينا. كنخلطوهم مزيان وحنا كنحركوا حتى كيقلل هذاك الليمون وكيبدا يعقد واحد شويه، يعني ماشي بزاف لانه ما درنا فيه لا نشا لا والو، غير هو بحال هذاك السيرو كيبدا يتكونسونطرا كيبدا يعقد واحد شويه، ومباشره كنخرجوا هذه الحرشه ديال الكوك. كيكون واحد من هاد الخليط، الا كانت الحرشه سخونه غادي يكون هاد السيرو بارد او العكس، وديك الساعه كنسقيوها مزيان بهاد السيرو ديال الليمون. كيف ممكن على انه ملي نخرجوها غادي ندهنوها فقط غير بالكونفيتور ديال المشماش اولا بالكونفيتور ديال الفريز، ونرشو اما بالكوك كامله اولا باللوز ولا بكاوكاو مهرمش، اولا ممكن نديرو نص كوك ونص يعني لوز مهرمش، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم في التزيين وبالصحه والراحه.